بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه احب اهنئكم جميعا بعيد الرسل، وهو عيد استشهاد ابوينا القديس بطرس ومعلمنا بولس. والحقيقه الرسل ربنا اعطاهم كرامه كبيرة جدا جدا، وأعطاهم إن هم يعملوا معجزات فائقة، زي ما نقرأ في سفر الأعمال يقول إن ظل بطرس الرسول، مجرد الظل بتاعه كان بيشفي الأمراض، والمناديل والعصائب بتاعت بولس الرسول كانت بتذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فيقولوا كان الناس يبقوا واقفين في الشوارع كده وحاطين الأسرة في الأسواق علشان بطرس بس يعدي ويخيم بظله، ظله بس يجي عليهم عشان يشفيه. وبولس كان ياخدوا المناديل والعصائب اللي هي بتضمت الجروح بتاعته، وكانوا ياخدوها للبركة، وكانت بتذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وده يبين الإيمان القوي اللي كان عند الشعب، وثقتهم الكبيرة في يد الله التي تعمل من خلال القديسين ومن خلال أبائنا الرسل. علشان كده الوقت اللي احنا عايشين فيه اللي الناس كلها خايفة مضطربة، ارجو ان احنا يكون ايماننا قوي، ايماننا قوي في ربنا. ربنا هو ضابط الكل، الله هو ضابط المسكونة كلها، ولا شيء يحدث الا باذنه وبامره. لما كان شاول الملك وكل الجيش بتاعه بيجري ورا داود، جيش بيجري ورا داود، فداود قال لشاول العبارة دي، قال له لو ربنا ادك سلطان عليا ليشتم تقدمة، يعني يقبل جسدي وحياتي كتقدمة، وربنا لو ما ادكش سلطان عليا مش هتقدر تمثلني. نفسي يكون عندنا الإيمان القوي ده، إيمان في ربنا. يعني احنا هنأخذ كل حرصنا ونعمل كل الاحتياطات الواجبة علينا، لكن إيماننا قوي في ربنا، لأن ربنا هو ضابط الكل، وما فيش حاجة بتحدث غير بإذنه وغير بأمره. ده حتى لما الشياطين حبت تدخل في الخنازير خدت إذن ربنا في الأول، يعني حتى الحيوانات الخنازير اللي حسب الشريعة اليهودية كانت تعتبر حيوانات نجسة، عشان الشياطين تدخل فيها أخذت إذن من ربنا الأول، ما عملتش كده من غير إذن من ربنا. إيماننا في أن الله ضابط الكل ده بيخلينا قلبنا مش خايف، يخلينا أن قلبنا يبقى قوي حتى في وقت التجارب الشديدة. وبمناسبة عيد استشهاد القديسين العظيمين بطرس وبولس، احب اكلمكم شوية على موضوع الاستشهاد. كلمة استشهاد جاية من شهادة، يعني يشهد، زي ما ربنا قبل الصعود قال وتكونون شهودا لي في اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض. وربنا لما قال لهم تكونون شهودا لي ما قالش بس الكلام ده للرسل، كل واحد مننا مفروض يبقى شاهد لربنا. مش هو قال لنا انتم نور العالم ليضئ نوركم امام الناس فيروا اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات؟ يعني الناس لما تشوف النور بتاع المسيح فينا
ويشوف الأعمال اللي احنا بنعملها يمجدوا ربنا، وبالطريقة دي يبقى احنا بنشهد لربنا. الشهادة لله في أكمل صورها هي الشهادة بسفك الدم، إن أنا مستعد إن أنا أسفك دمي من أجل ربنا يسوع المسيح، زي ما بطرس عمل، زي ما بولس عمل، زي ماري جرجس وأبو سفين أبانوب، كل الشهداء سفكوا دماءهم. وزي ما في عصرنا الحالي الشهداء اللي استشهدوا في ليبيا وغيرهم وغيرهم، يعني احنا في القرن 20 و21 ربنا سمح ان يكون عندنا بركة استشهاد موجودة في الكنيسة، سواء الكشحة او ابو قرقاص او مناطق كتيرة، وناس ناجي حمادي، ناس كتيرة استشهدت من اجل الله، وبرضو سينا. فدولت رفضوا ان هم ينكروا المسيح وفضلوا ان هم يسفكوا دماءهم على اسم المسيح من ان هم ينكروا المسيح ويعيشوا خاينين لله. لكن مش هي بس ده الطريقة الوحيدة اللي بنشهد بيها ربنا، في كذا طريقة ممكن نشهد بيها ربنا. زي ما قلت لكم في اعلى صور الشهادة هي الاستشهاد، ده اعلى صور الشهادة. لكن ممكن نشهد لربنا بكلامنا، يعني انا لما بتكلم مع ربنا عن ربنا مع حد، ما انا بشهد لربنا. لما بوصل كلمة ربنا والاخبار المفرحة واقول لواحد ان ربنا بيحبك، ربنا منتظر عودتك، ربنا فاتح احضانه ومنتظر انك ترجع له، ما دي شهادة لربنا. ايضا ممكن الواحد يشهد لربنا باعماله، زي ما ربنا قال فيرى الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. في وقت من الاوقات كانوا يحبوا يعينوا المسيحيين خصوصا في الامور التي تتعلق بالمال، ليه؟ عشان عارفينهم امنا، عشان عارفينهم ان هو مش هيسرقوهم. فتلاقي يعين امين الصندوق او اي حاجة تتعلق بالمال يعينوا فيها موظفين مسيحيين عشان عارفين ان هم امنا. ده شهادة ربنا، بيشهد بامانته، يقولك هو الانسان ده بيتصرف بالطريقة دي ليه كده، اشمعنى بيتعامل بالطريقة، يقولك عشان هو مسيحي. دي شهادة ربنا. ايضا نوع ثالث من الشهادة او رابع، لو قلنا بالسفك الدم وبالكلام وبالعمل، يبقى النوع الرابع بالخدمة. الانسان الخدوم وبيخدم من قلبه من اجل ربنا، يلاقي حد مريض يسأل عنه، حد مسجون يفتقده، حد جوعان يساعده، حد غريب يستقبله، دي نوع من انواع الشهادة ربنا. فيقولوا هم دولت بيعملوا كده ليه؟ يقول عشان مسيحيين عندهم روح الخدمة، اتعلموا من السيد المسيح ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ايضا نوع تاني من انواع الشهادة حياة الشركة، يعني لما الناس يشوفونا كده ككوميونيتي بنحب بعض وعايشين في سلام وبنساعد بعض، مفيش انقسام بيننا ما بين بعض، يقول يا سلام المجموعة دي متميزة عن بقية العالم، مالهم كده، حدش بيتخانق مع حد، كلهم بيحبوا بعض، كلهم بيساعدوا بعض، ليهم اسلوب كده مختلف عن اسلوب ولاد العالم، في حياة شركة بينهم ما بين بعض. يقولك دولت مسيحيين، دولت ولاد ربنا. فدي النوع ايضا من انواع الشهادة لربنا، ان لما يكون احنا كمسيحيين، كانت الكنيسة الاولى كده، يقولك كان لهم روح واحدة وكانوا مواظبين على الصلاة ووعظ الرسل والشركة وكسر الخبز، كانوا مواظبين مع بعض على تعليم الرسل والصلاة. يقولك وكان الله يضم الى الكنيسة كل الذين يخلصون. الناس لقت المجموعة دي مجموعة مختلفة عن بقية العالم، فابتدوا ينضموا إليهم، ابتدوا ينضموا إليهم.
أيضا نشهد لربنا بحياة الصلاة. لما نصلي من أجل العالم ونصلي من أجل غير المؤمنين ونصلي من أجل توبة الضالين ونصلي من أجل الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، الصلاة دي قوة قوية جدا جدا. يقول لك أنت بالصلاة بتحرك يد الذي يحرك المسكونة كلها. نمارس حقل كده، قال بالصلاة أنت بتحرك إيد ربنا اللي بيحرك المسكونة كلها. فالصلاة قوية جدا لما نقف ونصلي من أجل الآخرين. أيضا نوع تاني من الشهادة لله هو احتمال الاضطهاد من أجل المسيح، من أجل المسيح. دولة اللي بيسموهم المعترفين، المعترفين دولة زي مثل القديس أبا صموئيل المعترف، احتمل الاضطهاد من أجل دفاعه عن العقيدة. أي نعم ما استشهدش وما سفكش دمه، إنما مثلا قديس صموئيل المعترف ألعله عينه عشان رفض إن هو يوقع على توماس لاون، وكان متمسك بالإيمان الأرثوذكسي الخاص بطبيعة المسيح. يبقى هنا في أنواع كتيرة كيف نشهد لله. نشهد لله بالكلمة، بالعمل، بالخدمة، بالصلاة، بروح المحبة والشركة بعضنا لبعض، باحتمال الاضطهاد. وأعلى أنواع الشهادة لله هو الاستشهاد بسفك الدم. الاستشهاد خد قوته من صليب المسيح. يعني ما هو السيد المسيح هو اللي سفك دمه لأجلنا على خشبة الصليب. فأي واحد بيوصل للدرجة العالية دي زي بطرس وبولس، هم خدوا القوة واحتمال الألم من صليب المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول ايه، ان الصليب عند اليهود عثرة. ليه عثرة؟ هما كانوا بيبصوا للمسيح ده ملك هيخلصهم من حكم الرومان، لقوا المسيح اتصلب على الصليب وفي نظرهم ان مات اعثروا، قال يبقى مش هو ده المسيح. وعند اليونانيين جهالة. لما نيجي نقول لليونانيين بتوع الفلسفة ان الله صار انسان ومات على الصليب، يقول ايه الجهل ده، يعني ايه الله مات على الصليب؟ فعند اليونانيين جهالة وعند اليهود عثر. اما عندنا نحن المؤمنين، نحن المخلصين، هو قوة الله وحكمة ربنا. الصليب هو قوة، قوة. وعايزكم تختبروا قوة الصليب في حياتكم. القصص اللي كانوا بيحكوها لنا واحنا اطفال صغيرين دي مش قصص بس وننساها، انما نعيش بيها. كلكم عارفين القصة بتاعت ماري جرجس لما قدموا له السم، وماري جرجس عمل ايه؟ رشم عليه علامة الصليب وشرب من السم ده ولم يضره شيء. دي قصة حقيقية. ولما ربطوا ايده وجي ماري جرجس قال ما هو عايز يرشم الصليب، فرشم الصليب بدماغه وقال اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ومن هنا. ايمانه في قوة الصليب خليته يرشم الصليب ويشرب من السم، وزي ما ربنا قال للتلاميذ وان شربوا سما مميتا لا يضرهم. يمكن تقولوا ماري جرجس من القرن الرابع. في عصرنا الحالي كان في راهب قديس عايش وسطنا من الحبشة اسمه أبونا عبد المسيح الحبشي، وده كان عايش يعني أيام قداسة البابا شنودة. بابا شنودة شافه يعني وهو تنيح من سنوات قليلة. القصة دي أنا سمعتها من سيدنا البابا شنودة يعني من فمه، يعني إن أبونا عبد المسيح طلعت ماشى في الصحراء فتاة، فالدنيا ليلت عليه، فيعمل إيه؟ هيبات في الصحراء. الصحراء ممكن يكون فيها عقارب، فيها تعابين. فراح عامل دايرة كبيرة وراح رشم الصليب على طرف الدايرة من كل ناحية، ونام وسط الدايرة دي. صحى الصبحية لقى الحشرات دي واقفة برة الدايرة وما قدرتش تخش جوه الدايرة دي. إيمان، إيمان. وده في عصرنا الحالي
يعني دي قصص حقيقية. فلازم يكون عندنا هذا الإيمان القوي. قوة الصليب هي دي اللي خلت الأبائنا الشهداء يحتملوا الألم ويسفكوا دمهم وهم غير خايفين من اضطهاد. السيد المسيح قال على الاستشهاد، تكلم هو عن نفسه، قال إن لم تمت حبة الحنطة لا تستطيع أن تأتي بثمر. يعني حبة الحنطة لو جبت الحبة دي وحطيتها فوق التربة مش هتجيب ثمر، لازم تدفنها، فلما تدفنها في التربة تجيب ثمر. طبعا دي اتقالت على السيد المسيح ان هو مات ودفن فجاب ثمر، وكلنا امننا بالسيد المسيح وبقينا مسيحيين. بس مش بس السيد المسيح ده، حتى الشهداء، حتى الشهداء لما ماتوا وسفكوا دمهم انتشر الإيمان. عشان كده يقولوا ان دم الشهداء ده بذار الإيمان. كل نقطة دم وقعت على الأرض كانت بذرة وطلعت مسيحيين. نرى مثلا في قصة أبانوب، عيل صغير كده احتمل عذاب، شعلقوه كده على صاري مركب راسه تحت ورجليه فوق. مين يحتمل حاجة زي كده؟ الناس لما شافوا القوة بتاعت أبانوب، عيل 14 سنة واحتماله للألام من أجل اسم المسيح، 8000 واحد دخلوا الإيمان المسيحي وقالوا إحنا مسيحيين ونؤمن بإله أبانوب، واتقتلوا كلهم شهداء سمنوت. يعني يمكن خدمة سنين طويلة ما تجيبش 8000 واحد، إنما أبانوب بقوته واحتماله الألم في يوم واحد جاب 8000 واحد للمسيح. دي قوة احتمال الألم من أجل المسيح. فعلا دم الشهداء بزار الإيمان. في قديس من القرن الثاني اسمه يوستينوس الشهيد، جوستين دي مارتر، قال ها أنت تستطيع أن ترى بوضوح أنه حينما تقطع رؤوسنا ونصلب ونلقى للوحوش المفترسة ينتشر الإيمان. لما تقطع رؤوسنا ونتصلب ونلقى للوحوش، ده مش بيخلي الإيمان يضعف، بالعكس بيخلي الإيمان يزيد. عشان كده انتشر الإيمان بالاستشهاد أكثر من الوعظ. انتشر الإيمان بالاستشهاد أكثر من الوعظ. بعد مثلا حوادث اللي حصلت في طنطا مثلا، أو في كنيسة القديسين في اسكندرية، الناس خافت، الناس راحت الكنيسة وكانت مستعدة للاستشهاد، مستعدة ان هم يسفكوا دمهم من اجل المسيح. الناس النهاردة خايفة ومترددة، ويا ترى نروح الكنيسة ولا منروحش الكنيسة. وقت الاستشهاد، وقت ما هم كانوا عارفين ان ده من اجل المسيح، ما خافوش ونزلوا، والكنائس كانت مزدحمة بالناس، الكل كان مستعد ان يسفك دمه من اجل المسيح. فعلا انتشر الايمان بالاستشهاد اكثر من الوعظ. بس يجي واحد يسأل سؤال، ايه اللي خلى المسيحيين يفرحوا بالالم؟ هل دي زي ما بتوع علم النفس يقولوا دي سادية، واحد يعني عايز بيفرح بيتلذذ بالالم؟ لا طبعا، لا طبعا، definitely لا. لكن في نقط خلت ولاد ربنا يفرحوا بالألم. ايه النقط دي؟ اول حاجة نقرأ في فيليبي اصحاح 1:29، بولس الرسول يقول ايه؟ وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط، بل ان تتألموا ايضا لاجله.
بالإيمان هبة. الإيمان هبة وهب لكم، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا. فالألم بهبة من عند ربنا زي الإيمان. ليه هبة من عند ربنا؟ ليه أصبح الألم أكن ربنا بيديني عطية؟ لأن الألم ده هو طريق المجد، هو شركة في المجد. إن كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. ده اللي خلى ربنا يسوع المسيح يقول لنا طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء. فأبائنا الشهداء ما كانوش بيبصوا للألم في حد ذاته، ولكن كانوا بيبصوا إلى ما وراء الألم، المجد الذي وراء الألم. عارفين ربنا يسوع المسيح، عشان نفهم دي معناها إيه، كل الأمهات عارفة ألام الولادة وعارفة أن دي ألام صعبة، ولكن مع ذلك رغبة في أن يكون عندهم ابن بيختاروا بكامل إرادتهم أنهم يجوزوا في ألام الحمل والولادة من أجل الفرح أن يبقى عندها ابن. ده الكلام اللي قاله سيد المسيح، أن المرأة وهي تلد تتألم تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكنها مدى ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة من أجل الفرح أنها ولدت إنسانا في العالم. فالألم هو طريق المجد، إن كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. ما كانوش بيبصوا للألم في حد ذاته، السادية ان الانسان بيتلذذ بالألم بالظبط، ما كانوش، لا بس كانوا بيستهينوا بالألم لما بعد الألم، للمجد اللي بعد الألم. ده اللي خلى استفانوس يبص للسماء، شاف السماء مفتوحة وشاف المجد وشاف ابن الانسان قائما عن يمين الله. المجد ده كله خلاه يستهين بألم الرجم، ومش كده وبس، يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. في صور شهداء ليبيا تلاقيهم كده بصين، يعني ياريت كانوا كلمونا وقالوا لنا كانوا شايفين ايه. يعني لو موقف عادي يبقى الواحد مرعوب ان في واحد واقف وراه وماسك سيف وهيدبحه، انما دولت اكيد ربنا اعلن ليهم رؤية شافوا فيها منظر خلاهم يستهينوا بالألم. والحقيقة الواحد لما شاف الصور بتاعتهم لأن اللي كان هيدبحوهم دولت هم اللي خايفين وملثمين وشهم، ودولت هم اللي واقفين في كل شجاعة وفي كل قوة واخدين القوة من الصليب. يبقى إذن مفهوم الألم تغير، الألم في المسيحية أصبح هبة من الله، وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا معه، بل تتألموا لأجله. علشان كده بولس الرسول نظر إلى الألم أيضا إلى أنه شركة مع الله، اتحاد مع الله. قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. ما أنا مش هدوق قوة القيامة غير لما اختبر ايه؟ شركة الالم. فقال لأعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. شركة مع المسيح. فالنهاردة لما بتحمل الالم لأجل الله، يا بخت الانسان ده داخل في شركة مع السيد المسيح. قديس إكليماندوس السكندري يقول ان الاستشهاد هو كمال الحب، كمال الحب. الحاجة التانية اللي خلت أبائنا يحتملوا الألم والاستشهاد، إن هم كانوا عارفين إن الإنسان ده مخلوق سماوي، مخلوق سماوي مش أرضي. يعني إيه مخلوق سماوي؟ أولا إحنا اتخلقنا عشان نعيش في السماء،
مش نعيش في الأرض. لكن لما الإنسان أخطأ طرد وطرد إلى الأرض التي أخذ منها لكي يعملها. ولكن بالمعمودية برجع تاني وبسترجع الجنسية السماوية بتاعتي. وأنا بقول كلمة الجنسية دي لأني معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي هي بالعربي مكتوبة: لأن وطنيتنا هي في السماء. لما تقرأ بإنجليزي يعني وطنيتنا يعني our citizenship، الجنسية بتاعتي، بقيت أنا مخلوق سماوي. فلأن أنا مخلوق سماوي أنا عارف أنه ليس لي مدينة باقية ها هنا لكني أطلب العتيدة. أنا عارف أن أنا ماليش الأرض دي، أنا عايش في خيمة، النقبة بيت خيمتنا الأرضي، فلانا في السماوات بناء من الله. فهذا الفهم النقدة بيت ختمنا الأرضي فلانا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي، فلما يجي واحد يقول له هنقتلك من أجل المسيح يقول له مال، أنا راح بيتي، أنا هنا غريب على الأرض، أنا راجع راح بيتي، دي حاجة ما تخوفنيش انك تقتلوني، أنا بيتي في السماء، ليس لنا مدينة باقية ها هنا لكننا نطلب العتيدة. بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 يقول كده: فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في هذا الجسد فنحن متغربون عن الرب. طالما أنا موجود في الجسد ده فأنا غريب، أنا غريب لأن أنا مخلوق سماوي. فيكمل يقول إيه: فنثق ونصر بالأولى. نثق ونصر بالأولى، إيه اللي يفرحك يا بولس؟ قال أن نتغرب عن الجسد، نتغرب عن الجسد يعني نغادر الجسد، نغادر الأرض، ونستوطن عند الرب، نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. يبقى إذن الإنسان مخلوق سماوي، فابتدى لا يعبأ بالموت لأن أنا مخلوق سماوي وعارف أن جنسيتي هي في السماء. مش بس كده، ده الإنسان الروحي أشواقه كلها للسماء، أشواقه في السماء. في رسالة كلوسي الإصحاح الأولاني وعدد 5 يقول: من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. يعني الإنسان المؤمن رجاؤه فين؟ في السماء. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، يعني أنا اشتياقي ورجائي هو في السماء مش على الأرض. في نفس الرسالة إصحاح 3 وعدد 1 يقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. فالإنسان المسيح الحقيقي عارف أنه مخلوق سماوي واشتياقاته كلها وحنينه كله انه يرجع السماء، ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. ايضا من الحاجات اللي شجعت ابائنا احتمال الالم هو حياة الشركة، حياة الشركة بتاعت الكنيسة مع بعض. اقصد ايه؟ يعني هنا في العالم مثلا لو في حد فقد انسان عزيز عليه فيقولوا له انت محتاج سبورت جروب. سبورت جروب يعني مجموعات دعم تقعد معاهم وتتكلموا مع بعض فهم يسندوك في الوقت الصعب اللي انت بتمر بيه. الحقيقة الفكرة دي ده مش اختراع جديد، اختراعه بتوع علم النفس والكونسلنج. سبورت جروب ده كان موجود
في بين المسيحيين زي ما بولس الرسول قال فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. نشوف بطرس الرسول كان في السجن. طب الكنيسة كانت بتعمل ايه وبطرس في السجن؟ الكنيسة كلها كانت بتصلي من اجله، كانت في حالة صلاة من اجل بولس الرسول. وبالطريقة دي كانوا بيساندوا بعض. لما يجي واحد في ألم أو بيضطهد، بقية الكنيسة بتصلي من أجله، تسأل عليه، تسنده وهو في الضيقة بتاعته. فكانت دي فرصة لشركة الحب الحقيقية تظهر بين المسيحيين. وشفنا دي حتى في عصرنا الحالي. يعني مثلا لقينا مثلا مع الناس اللي هم فقدوا شهداء، ناس كتيرة تعاطفوا معاهم، ناس راحوا زاروهم، ناس ابتدوا يبعثوا لهم مساعدات، سواء مساعدات مادية أو عينية. كل السبورت ده بيبين ترابط المؤمنين في جسد واحد اللي هو جسد المسيح. وبلا شك هذه الشركة في جسد المسيح بتدي قوة وتدي مساندة اكتر من السبورت جروب. سبورت جروب اهو كلام عواطف، انا ما بقللش من قيمته، كويس، لكن الكنيسة لما بتعمل سبورت ده بيبقى من خلال الروح القدس اللي بيوحدنا وبيجمعنا وعاملنا كلنا اعضاء في جسد واحد، جسد المسيح. فتعاطف الكنيسة مع بعضنا البعض وقت الاضطهاد، وقت التعب، وقت الضيقات، ده بيسند الكنيسة. السبورت ده ما بيجيش بس من الكنيسة المجاهدة، انما السبورت بيجي ايضا من الكنيسة المنتصرة، سحابة الشهود المحيطة بنا. ده اللي خلى بولس الرسول بعد ما اتكلم على ابطال الايمان في عبرانيين 11 يبتدي عبرانيين 12 بالآية دي، يقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، حوالينا العذراء وماري جرجس وماري مرقس وماري بورس وماري بطرس، بقى أبانوب وأمبانتونيوس وأمبابولا والثلاث مقارات، سحابة شهود كتير 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 من القديسين محيطة بنا، حتى لو احنا مش شايفينهم بعنينا لكن موجودين معانا وبيصلوا من أجلنا وبيقفوا وبيسندونا. فبولس بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. هقدر أصبر وأقدر أجاهد وأنا مش خايف، لأن حواليا سحابة شهود ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يبقى إذن السبورت اللي احنا بناخده سواء من جماعة المؤمنين أو من سحابة الشهود القديسين والشهداء، عشان كده لما تخش الكنيسة تلاقي أيقونات حوالينا عشان تقولك انت مش لوحدك، انت حواليك سحابة من الشهود محيطة بنا، حتى لو احنا مش شايفينهم بعينينا الجسدية لكن هم موجودين ومحيطين بنا، بيصلوا من أجلنا، بيساعدونا وبيسندونا. علشان كده ربنا أحيانا بيسمح بالرؤى والظهورات، يا إما يظهر هو بنفسه زي ما ظهر مثلا لبولس الرسول وقواه، او يبعت ملايكة. ظهر لبولس لما كانوا في السفينة وهيغرقوا وربنا قال له لا انا اعطيتك كل الانفس اللي معاك، السفينة هتتكسر اي نعم بس كل الانفس اللي معاك ولا واحد منهم هيموت. ويبعت لبطرس ملاك في السجن علشان يقويه ويشجعوا. هذه الظهورات والرؤى سواء الله نفسه يظهر او يبعت ملائكة او يبعت قديسين، كانت بتقوي
الشهداء وتخليهم يستهينوا بالألم ويحتملوا الإيمان، كانوا يحتملوا الألام بإيمان وبقوة. في قديسة اسمها قديسة بيرباتوا كانت حامل ومعاد ولادتها جه قبل استشهادها بيوم، فالقابلة اللي بتولدها الممرضة يعني اللي بتولدها لقيتها بتصرخ من الألام، فبتقول لها لو انت مش محتملة ألام الولادة النهاردة هتحتمل ازاي بكرة ألام الاستشهاد؟ وكان الطريقة اللي هيموتوها بيها هيرموها للوحوش. طبعا لو تقعد تفكر يرموا واحد للوحوش دي ده يعني منتهى القسوة، لان الوحوش يعني الرعب ان الواحد شايف وحوش قصاده وبعدين لما يهجموا على الانسان ويقطعوا فيه يعني موت بطيء كده، يعني يمكن قتل السيف اهي لحظة وتنتهي. فقالت لها تحتمل ازاي؟ قالت لها انا النهاردة بحتمل الالام الطبيعية اللي دخلت للعالم بسبب خطية ابونا ادم وامنا حواء، زي ما ربنا قال لامنا حواء تكثيرا اكثر الام حبلي. قالت لكن بكرة وقت الاستشهاد هيكون ربنا موجود معايا وسندني ومعزيني، فأنا مش هشعر بالألم لما يرموني للوحوش. وبعدين يحكوا ان تاني يوم لما رموه للوحوش لقوا شكلها منير كده، وجهها مليان بالسلام، ويقول لك لما الوحوش ابتدوا يهجموا عليها ويمزقوا هدومها وجسدها كانت مهتمة لآخر لحظة بتغطية جسدها لأنها إنسانة عفيفة، يعني حتى وهو الوحوش بيفترسوها كانت مهتمة بالحشمة بتاعتها، ولكن وجهها كان منير وكان كده زي وجه الملائكة. ربنا ما بيسيبش ولاده، المعونة الإلهية والرؤى اللي ربنا بيعطيها لولاده في هذه الأوقات. عشان كده ربنا قال للتلاميذ، قال لهم هيخطوكوا وتقفوا أمام ولاة وملوك لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة، يعني دي فرصة عشان تشهدوا، ولكن لا تضطرب، ما تقلقش وما تخافش، لأنكم بما كيف تجاوبون، ما تقلقش انت هتقول ايه، لأنكم لستم انتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي في السماوات، لأن ربنا يعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع مقاوميكم أو معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. ونلاقي واحد زي بطرس غير متعلم صياد سمك، نرى مثلا في سفر الأعمال لما يجيبوهم ويجلدوهم ويقولوا لهم اوعى تنطقوا بالاسم ده تاني، بطرس يقول لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وبعد الجلد يقول لك رجعوا فرحين أنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا رب احنا مش مستحقين أن احنا نتهان من أجل اسمك، مش مستحقين أن احنا ناخد بركة الألم دي من أجل اسمك. آخر حاجة، القديسين والشهداء كان المجد الأبدي، المجد الأبدي موجود أمام عينهم، المجد اللي موجود في السماء هناك حيث لا حزن ولا بكاء ولا دموع، حيث زي ما نعرف سفر الرؤيا يمسح الله كل دمع من عيونهم، كل الألم احتملوه على الأرض اللي هو يعتبر وقتي، لكن يجي ربنا الحنين في الأبدية يعوضهم عن كل المعاناة اللي عانوها على الأرض. ودي يمكن نشوفها في قصة الغني ولعازر، ان إبراهيم يقول للغني انت استوفيت خياراتك اما لعازر استوفى البلايا، عشان كده هو بيتعزى. فالمجد الأبدي
واللي ربنا هيعوضهم بيه عن احتمالهم هنا في الارض ده كان بيخليهم يستهينوا بالالم. فبولس الرسول يقول ايه؟ لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. في اللغة العربية في البلاغة في حاجة اسمها مقابلة، انك تحط كلمة مقابل كلمة. بولس الرسول قال ايه؟ خفة ضيقتنا الوقتية، وصاد خفة حط كلمة ايه؟ ثقل، وصاد الضيقة حط كلمة ايه؟ مجد، وصاد وقتية حط ابدي. فقال خفة ضيقتنا الوقتية هتتحول الى ايه؟ الى ثقل مجد ابدي. فالضيقة لو قرنت بالمجد الابدي هي خفيفة ووقتية، فكانوا يستهينوا بالضيقة الخفيفة الوقتية دي لكي ما يرثوا هذا المجد الابدي. احنا اولاد الشهداء، اولاد الشهداء اللي كانوا اقوياء في ايمانهم، مفيش حاجة كانت بتخوفهم ولا ترهبهم، وقفوا وشهدوا للمسيح مش بس بكلماتهم ولا باعمالهم، انما شهدوا للمسيح بسفك دمائهم زي معلمنا بولس ومعلمنا بطرس وابينا بولس. ازاي هما الاثنين احتملوا؟ يعني بطرس قالوا له تتصلب، قال لهم ما تصلبش زي سيدي، اتصلب منكس الرأس، يعني رأسه تحت ورجليه فوق، واحتمل ان هو يتصلب منكس الرأس. وبولس قطع رأسه بحد السيف. سابوا دماءهم لينا، وهذه الدماء التي سفكوها وتركوها للكنيسة خلت الكنيسة تنتشر في العالم كله ببركة أبانا الرسل، زي ما بنقول في الألحان: خرجت أصواتهم إلى كل الأرض وبلغ كلامهم إلى أقطار مسكونة. ودي متاخدة من مزمور السموات تسبح بمجد الله. ربنا يعطينا بركة أبائنا الرسل، بركة أبينا بطرس معلمنا بولس، ويعطينا إيمانهم وقوتهم وشجاعتهم وشهادتهم، عشان نكون فعلا بالحقيقة أولاد الشهداء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.